Number 2. Number 3. Kesehatan besar agar akidah kita. Number 4. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Allahumma
ومن جميع شرور الله من عدونا وعدو الله ومن ساقي عرش الله إلى قاية عرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تمضى ومن جعل ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تمسك بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا عبدنا رادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردنا ذو نقاش وقلوبهم في وسواس وإيديهم في إفلاس وبكم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita telah membaca Ajaran Nafi'ah dan Sakran pada setiap hari. Insya Allah semoga bermanfaat barokah buat diri kita dan keluarga kita amalan tersebut, yang mana insya Allah kita Allah Ta'ala lindungin, Allah bergai, Allah selamatkan daripada bala musibah, daripada jin, setan, iblis, lapan tuna, maupun orang-orang yang berzalim kepada kita. Amin. Karena tersebut semoga bermanfaat di barakat Rasulullah. Yeah.